سنقوم اليوم أعزائي بفتح البردية الوحيدة النادرة في العالم للماستر يامادا مومن، والتي هي بحوزتنا الآن هنا. سنقوم بفتحها الآن سويا، عمرها يعود إلى أكثر من 100 عام، ولهذا يجب أن أحافظ عليها فعليا في مكان آمن خاص. فهذه تحفة فنية سنقوم بفتحها الآن سويا، أما هذه ستعرفونها فيما بعد. لنقوم الآن بالفتح بهدوء. رائحتها من القدم، أقدم بردية للماستر يامادا مومن. هذه هي النسخة الوحيدة في العالم. سنقوم الآن بفتح البردية سويا بهدوء. عمرها 100 عام. 100 عام. النص الذي هو مكتوب عليها يقول: لا حياة ولا موت في اللحظة الحالية بداخلنا. هذه البردية يجب أن تصعد معي في الطائرة، لأنها ليست بردية عادية، نتحدث عن 100 عام، يعني ليس لعبة، وهي تحفة فنية نادرة تتواجد منها قطعة واحدة فقط في العالم، وهي لدي هنا. عندما يضيع الجوهر بداخل أحشاء العقل، تضيع التجربة ويعيش الإنسان في الوهم. أقول لكم أعزائي الكرام، لا يتواجد إلا هذه اللحظة الحالية. الماضي ذهب ولن يعود، المستقبل وهم في العقل لم يحدث بعد. اللحظة الحالية هي كل ما تملك، أنفاسك في هذه اللحظة. متى آخر مرة ركزت عليها؟ جوهرك، من أنت؟ من تكون خارج نطاق الاسم؟
من أنت خلف عائلتك ودولتك وجنسيتك ولون بشرتك وجلدك وشكل شعرك؟ من أنت خلف كل هذه الأسماء؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ ضع دائما هذا السؤال في رأسك واذهب إلى حيث ما شئت، اطرح دائما هذا السؤال: من أنا؟ يمكنك الانضمام والتتلمذ في مدرسة نضال للفلسفة الفكرية والعلوم الباطنية لتعلم مذهب المدرسة وتعليمها من الصفر، كما يمكنك الاشتراك في كورس من الوعي إلى اللانهائية لما فيه من ممارسات قوية لتهدئة العقل والأفكار والسمو فوق العقل والاضطرابات، ويمكنك الحصول على الأعمال والمؤلفات الكاملة لنضال الأعمال من كتب ككتاب المعلم الذي وجد الحقيقة وكتاب حكمة الفيلسوف الصغير، ونعلمك بتوفر الاستشارات الهاتفية الخاصة مع المعلم في الحالات الخاصة والعامة، كما يمكنك التمتع بقراءة النصوص الأدبية وأقواله مجانا، حيث تجدون كل هذه الأشياء بمجرد زيارة موقعنا الإلكتروني www.nidal.net. فنحن بانتظار زيارة سيادتك القيمة والمبجلة.